بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيتها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمانة، الأمانة يثمثن ذيوثن الصفة يحوجه مذان ذي الحياة، ما إلا يفكي يسزال يسعى البراءة يرس رب سبحانه عز وجل مولاش أذي قيم متهم أمام الله وأمام العباد وأمام التاريخ والحضارات وركير انترا ورفديت انترا ألمي وقاسد الصنعان فكان سازال إلى الأمانة لجدود النغ فجديث النغ أسميس فكان زال إلى الأمانة ثذر سنسن تقرز أما ذي ثواشولت أما ذي ثمتي ذي الخدمة ذي كل شيء. الأمانة المفهوم ينس يوسع يعمق. أدفتر كان كبعض الأمثلة ذم ذي ثلاثة أربعة خمسة كان يعني باش كانت ذن المعنى من الأمانة ذي الطاعات والعبادات فظلت الأمانة يعني لقد يحرز أمشرت يحرز ما يفكي يسزاليس ربنا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كل تظلس الوقت صافي وين يحرزم تظلس ذي الوقت أدنيني يفكيس أزال الأمانة ذي الوقت الوقت كان أنا نوين النظام ميكرا ذي الظال ما اللي يحفظ في الأركانينس الشروطينس أدنيني بسم الله ما شاء الله الركوعينس يقرز السجودينس يلها يعني توخذم أكني وفق السنة ما شاء الله يلا أدنغال الخشوع خطر ضاقي الأمانة الدليل ربنا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون نفهم باللي روح الصلاة الخشوع ذا شو ذا الروح انت ظليف ذا الخشوع ماشي ذا الهيئة ماشي ذا الحركات إفاد يركع يسجد الهان في قذقين خطر كون وليون غيون ولي مانيس بيس ولا رواد ولي مانيس يزول ذا انقاذي قنقض أكن ديوس هذه الحديث ذا انقاذ يا ناس ديما ساسين يا عجبة وحريز غالة ظلي فيه أخطر ذا انقاذ كان انقذاب ما إلا يخدم كل هيئات قرزنت أنروح سيد النظام الخشوع الخشوع نجتهد الاجتهاد خاطر ثلاث درجات كل يوم دين غير جر في مانيس الى وندى تزاد الله يبارك ذي الخلا اي غادي ذي الخلا خاطر النبي عليه الصلاه والسلام دوا جعلت لي الارض مسجدا وطهورا زاد الجامع ذوك خان ذي الخلا عند الزلط وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فقي سي الهدايا غادي يفكر ربي في صلاه وسلامة عند الظلم مذان إن شاء الله هذه قبل ربي صلاة الصلاة صحيحة والقبول من عند الله طيب ثرام ذلك يسمح فيه ما يرنيس يخشع ذينا يرتاح هذا يفهم بلي تظلي فيه سيحرزيت أما كني حرزي تظلي فيه رمضانيس العشر يلا هذه يسمون ذي عشر ما يحرز الزكاة إلى قد يفك المعطيات الصحيحة شفر دافير هذه في كلش المفتين غير الإمام أرس ديفتون شحال راهي عشر إيميل لا كونتابيليتي سابيبري كل شابيبري يحرزيت وقلت يحرزانا
الدليل يخولف الآيتين سورة المعارج الآية 24 الآية 25 والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا نفهم يكذي سائر الأمور أنجثر العبادات أدنغال غل معاملات أغفل مقرنة ثذا يلا أنطفي ومذيا فزدي يوان مقافال وذم سوذم أكن من الله أكن وذم سوذم الدين النغي والصدف تزدي لكلش الدليل إلى قد سعود اللوظوم إلى قد يزدي اللبسيك إلى قد كان عند الزدي إلى فقي تزدي معنى الدين النغ يسلم ذغ تزدي سواطاس ما تشي تزدي الظاهرة أما سفر ما سي داخل هم دين ربي سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ميلا لعب أذي الظال لعب ربي ولكن ده غادي يزيد يوليس ما تشي تزدي سوف الله في الله داخل ولاش وكذا غادي في النظام ثورة ولا قد إني غادي يتمثل باش كل يوم دينا أذي حسب إيمانيس وأذي زمي مانيس وأنت قريب ربي سبحانه شويه شويه درجة بدرجة أنت بصافي تزدي الدين نغي والصدف تزدي مليح أتصل الأحاديث والآيات القرآنية ذي الطاعات والعبادات تزدي تزدي أنا غلا أرثو ذرثنا أرتجدي ثنا فجدي ثنا غلا جدو ثنا فكان سازلي تزدي مليح ولا تمتو الزيك نظام غارث ما تزيزدي ماشي كان ذا خميس أتفغ سازلو الحارة غير فرا زديكم كانني ياك ثمناطة دفن زديت ثوران ولي نكني ثو درت النظر أطرث زدياكي في الليل ذنغنغ ولا شت كل يوم يزرع إذا ماشي داينا نفر داين قرح مليح مدينة غاولة ماشي كان نكني ذاكي ياك قليل يكسلخن قليل يكسلخن إلا من رحم ربي ولكن معظم الناس ذي الامتحان كين تزدي خسرا وبجدارة أولا كي ثوري مثل الدنيا غزاي ذا ذرار يلا لاش نخدم يلا أن معاون كل يونين ميزمر أنفذو إذ يا ربي ولكن ذي الحمان دان زدغ ذي الحمان دان زدغ ذي الجامعة دان زالة ذغف النغياك كل قد يزدي وقال يخدمن ذي السفيطرات ذي الوجه في اللسن أذ الزيزديا والمسؤولية تضامنية قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته ربي سبحانه يناد وقل اعملوا سورة التوبة الآية 105 فسيرى الله عملكم ضربي ذم زور وذي والي يكل خذ منا يكل أما ذين فرن أما ذين دي ظهرا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صافي ثورة أنقمك عن زميمنا أندن اللنس على المسؤولية وكل يوم ندين الله وذي الشركة وذي اللوزين وذي السبيطار وذي الحانوت وذي المدرسة وذي الجامعة وكل يوم ندين الله النبي عليه الصلاة والسلام الناد في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام البخاري ومسلم الناد الإيمان بضع وستون شعبة في رواية الإمام البخاري بضع وسبعون شعبة رواية الإمام مسلم أعلاها لا إله إلا الله
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يعني إنك ما توفيض اللاذة ذو قفريد كسيت توفيض ثقرة سبامان باش تقرغري النظام الزاين قريحا مليح ثقرة سبامان ثقرة نجو ثبط الياورت إذ قريت يون ما تفغيض أتسليض توفق الحديث هاكي اكسيت على حساب تزمرتي خاطر زعما تاخذ لوتوروت تستوري الماس لوتوروت ما تقدر دير والو تفوضك تحاز طوموبيل لا يكلف الله نفسا الا وسعها متفاهمين معناه ذي العيب ذم قران السؤال مطروح ام شر قافل ربي سبحانه بهذا السلوك السيء للغاية صافي زير ذغفل أنا عمي ذغفل أسلحو ذا القذرين أن تفضل عنصر بمان فقد ومن زديث الله يبارك ماء طهور بلك تفضل ريفي سينا كي قرحا كي قرحا مليح مشكلة ثريد هذا في السيفيزم فجد هذا في السيفيزم في النظافة الحضارة الحداقة ما كان لا شيء والو خطر والو إيه صافي ذغفل ذغفل أم قران نمس فهم وكي كان أم ذيكي دفكيغ نتزدي ونهضر في نات في الطوموبيل كات كات هذه الحوذي لوتوروت هذه تشينا وهذه تقريق الشران فكي معروفة يعني ماشي داين يرنا لو كانت غلظوظ أسخم كود فار نغاش تنظ شغل خطر في كوال أساشي ماشي كان أساشي شور ذي قشران أثي دي ذكر سي الطاق أدي بروفوكي لاكسيدون إذا ما يدرو خسار نورمال يا لو كانت غلظوظ أستنظ يناد النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثروي في الله ثروي في الله واش دخلك ماذا الشيء يسفاما ماذا الشيء ربين معنى هناك خلل كبير زرم الطباء مرا يروحوا سني وموضين ديرني استاد فينال لكن نواقي في كاسة دي تشادي سود دي سيلف غيلين قريبا لو تابلو دبار لا سوسيتي النغ انت متين غيتسيني على روجة أما ذي الجوامع أما ذي فرع أما ذي سبيطرة ثم قريح وولاقي قريح مليح ولكن أن قرح في ذات أهاث أربغ ديوال استطمى الرحمة ويزمر ربينا في صورة ياسين الآية 82 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وين الضرب سبحانه سورة الرعد الآية 11 إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم نفكدم ذيا نتزدي روح الخدمة روح الجامع روح الحذاقة تصرف قا في كذا قياك وي ثنتي تجمعي ثنتي دياك أتصفض باللي دعوات خص مليح هل نحرز السؤال أهل نحفظ في الأمانة خاطر كل شيء أمانات الصلاة أمانة الصيام أمانة الزكاة أمانة المسؤولية أمانة إدارة المسجد أمانة إمامة الناس أمانة أرنوياس الخدمة أمانة أدوض خدمة مش يخدم الخدمة يقرزم قارن استقبالي تغيير الشغل يتسجل ذي فافيس عهدك كن صربي أي دجان دي جدي باش تناوض إلى قنشروثي ذي مليح خطر تجديث يسعى نظرر شرعي إيفان كل شام يطيش يير شغل يتقلى ذي بافيس أربعة شغل أربعة مسلين بوند كلش
عندك يعجب طبقيف أولاقي عندك يعجب والزور ضارة مليح ذير شغل إلا قصت عوضة وثعشر ضارة مليح كيف كيف الخدميك بيبري عوذاس ثبيت دابلون بي يخدميك لابلون بريد قخام ثقارساك إلا قصت عوض ثبيت دامصوثي فنايك الحيض يعوج إلا قصت عوض فمطو تخدم شغل يجرزن والسعوذ أنا ذي القوث ما تسبوثي ديعوج إلا قصت عوض يير شغل يتسجلى ديابيس القراية التجارة ففلاح أولا قيد جاني مزورة طبقي ثندث بغيض أتفضي الله أتفضي الله يوفق شو دينا ربي ذي الآية والسلام سورة التوبة الآية 105 ربي الناد ذي لا يجي وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يوفق ذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه أي ميخدم الخدمة يجرزم تنك ما دعيني هنا ترضي فيني إفرع إذن مشكلتنا الكبرى الأمانة لذلك ربي القرآن الكريم ينادى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا تسدي سورة الأحزاب الآية 72 ذي الآية النظام أتصل الآية في دهضرن في الأمانة سورة النساء مثلا الآية 58 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إذ كمل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل صفي الأمانة يتوار مليح الدليل نظن الأنبياء والرسل سعنك صفة الأمانة باش السيوظن أشو سنديفك ربي باش السيوظن يتخلقيف سعى الأمانة الأنبياء صفوة الخلق اسمي سنستقذيليث إمولهن انتالسا وقي فصيح اللغة الأمازيغية إمولهن انتالسا هدات البشرية صفة سعان سعان صفة الأمانة حرز الأمانة صوضا الأمانة يلا ربي ناد في سورة الشعراء على سبيل المثال على لسان سيدنا نوح نحاقي قرنس أمغار الأنبياء ذغمد الفذرة أمغار الأنبياء أن حفظ في الله الصفر أن يوسع الخطر خطرهم دنيا ولاقي ماشي باش نحزن باش كان نظر بلي إلى قان في الدل ذايا وقيد الرسالة فقط ونسي سارة نكوني أمة الأمل إلى قان سعى السيرم الإسبوار ولا قران الزرع على ياس مي داغي لا قنزر من دالها لك الزر كان تورا كورونا كي صحفظا فكاي الدروس لا عجب ياك لو كان قبل كورونا سيضي نعمه من نعم الله الماء امان لكن الصح امان ما شاء الله ربي ديال دي القران وجعلنا من الماء كل شيء حي ايه امانه كي نحوجيتني العبادات نحوجيتني الفلاح نحوجيتني كلش أمان الهواء الأكسجين تسنت نتسوث ميسمي ديسا كورونا سلم داخ ذا شو يسوى الأكسجين أنا عامير نعمة شحال قموثان السبايس ذوا أدي فكا ربي شفاغي موضان وقاذ يموثان ثلاثني عفو ربي ميذكو إذا غانا نحفظ سيد علي كرم الله وجهينك ما أكثر العبر وأقل الاعتبار يلا الهواء نعمة الهواء باش نحمد ربي كما نتنفس إيه غادي نربي وقليل من عبادي الشكور شحال نعمة غادي فيك ربي لا نحصيها عددا زمان نحسب نعمة الهواء نعمة الماء نعمة الغذاء القوث نعمة الكساء سسرى نعمة الإيواء السكنة نعمة الدواء نعم ذي لي مغدين ربي وقليل من عبادي الشكور
سورة إبراهيم ربي ناد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يودين غوري زمير يعني سيف كزالي لقن يوث النعمة إذارنا جين غير ديبين الجامع لو كان قيمة نزلة ليل ونهار ونزميرا نحمد ربي في ضرنا يضرنا وحد سنة نسادك في ضرنا يا عجبة مي بيسك نورمال قرنا نعمة مألوفة إذا غوصن في كرزال ويسي في كنزال وين يلحن في كرسي وين يلحن في كرسي في كيس زال ذم قرآن نمس فهم خطر يلحف كرسي يزرى شو يسوى يضرن وننسى عنا يزري يزرى شو يسوى يزري وننسى لارا مسكين صوم الزوغيس وريس ميز يال صواف يزرى ذا شو يسوى ومزوغ وليه هلكن كورونا ونيك زرنا شو يسوى الوكسيجين شو يسوى شو يسوى إلى آخره إيه رد فكير المثلاجي وني هلكن يروح هرطلسين شنيت هلك يض يرنذ كورونا يلا أفذو ثورة ترتمان نكي ثورة يلا المقل كان أندى نهلك أندى نهلك أن ذوي ما نغير نكون يكون شين ساعة نحمد ربا ثنشكا ربي ذي القرن شو ديننا ذي سورة الإسراء الآية 82 في أرسي كتر ذندو شو ديننا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين خطر ينوري من ألا أهضر ناقي سي نورمال غلا قاسين ربي وصد ربي نادر من بعد غرس عادي إن دون دينا راه واش دخلو هو وام المشكلة مشي عندها تروح وغال شو طرد فير ذي اللاية تيس 19 تيس 9 سي ساد فدو اللاية تيس 9 دي سورة الإسراء ربنا إن هذا القرآن يهدي يتوليه يرشد يهدي للتي هي أقوم يوث الله طمش طوث ساعة زر ذا القرآن سفغضا ولا لوريونتاسيون فغضا توجيه وغلا رو ساقوا ذرك وين يغدي خلقا نسيغي سنن إن ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولكن الدنيا كذا سمحتي ربي دينا في سورة الذاريات الآية 55 وذكر فإن الذكرى تنفع أنوي المؤمنين ذايا إذا نقرا ثورة ذا تابلو أنت ولي إيمان النغ باش رب بغدي ولي سيطن الرحمة ما رنزر أندا نوظن أندا نهلك باش نفدل ثوزرث النغ والسلامة سي الآية سورة الرعد الآية 11 إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أدو غلغ الأنبياء شيخ الأنبياء لعمر الدعوة 950 سنة باش نعقو يا راه 950 سنة ونسى يخدم الدعوة سني قرية ومن ربي ونكون يهضو ربي ونكون يهضو ربي يا خاكا نكون بلاكي وندينا غادي يخدم خمس شهور ديايو كيني والله راه شحال هكي خمس شهور هكي يا سنا هضر انا هضر ايمان غا نهضر ويا الوالي هضر وان مي ينصح الدين والنصيحه تدو هكا الخوا ولا قرانا يس ولا قرانا عيون ولا قرانا يس خاطر بدي قول سيستاره سيدنا يعقوب في مصر روح يوسف سيدنا يوسف اكو ديك ما شحال السنين يجمع دراويس شو سنيننا يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه كمل تاس ولا تيأسوا من روح الله نورمال ما ديايس نورمال مو ديايس اي يوسف شاد وشن اكيد ان وثم ثنيس بوين دال القميص ينس يساني يذمن ساقي لا بروف لا بروف نورمال مو ذاين اكن قنص قبيليث اسير ثافلاتي وول اسير ثافلاتي وول يعني ديايس ولكن كوني باش نسيسارا ذا ولا ربي إلا سوى الراويس روحة قلفم روحة ناذيم أغف يوسف فوق ذي كماس حذر ثسيسم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله ولكن قبل دينا ولاقي الصبر يرني سمر الصبر وغلغ الآية 18 وغلغ الآية 83 في الصورة نفسها فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فقال آية 18 ولكن من بعد لا تبدل الآية
فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يسعى السير مذقوليس يفكثي والرويس أكيولا ذنكني أنسعوا السير مذقولا وننغ وثنزوا ذقولا ونبياض. ولكن المضرة هم إدجان الجذوذ سن الحروف في جميع الثقافات في جميع الحضارات عبر العالم. ولاش لا سيفيليزاسيون ولاش الحضاره اكتربين سومسلاي خفيفا ذا مشطوح سين الحروف هم ما ولاش وين سيوفنا تيديني ماشي كان الساعه بعد 20 سنه ويسيد نسا حضاره قويه جدا. ولكن الله غالب ماشي باش انايس باش نزر نسعى غير الروج اور نكفو اور نحفو فشرعي الثلة فجدي الثلة نكوني واسما الله باش اني لي يلا ذيني سهلا ماشي ذيني وعران ستاويل كان امغاري السوال المزيد سغوال أمر كان تيتناوال شو تمسلينا أتربي ذاك لا سوسيتي لونكادرمون المجتمع أنت متي شو تمسلينا أمغاري السوال المزيد سغوال أمر كان تيتناوال الشيخ محمد الحسين الفلاسي عفو ربي إلى السن ذمي غرتي جديد قدي مانيك تسلض سن ذمي غير في جديف أديف كربي الصفريت نفسيف ولاش تصبحيث ورنسايث أمديف ولاش إيض ورنسايث فجريف ولا مغزف ييض ينض طلام ولكن ثلاث فجريف هذه شرقية طيش. ولكن كيف يزرع الأمل قبله دينين الصينيون نغ اليابانيون نغ أرباب الحضارات إن نفيد الشيخ محمد الحسين عادي أنا عميه يرنرفض انتوياض في اللاس ولاش تصبحي ثورنساي ثام الديث ولاش إيض أورنساي ثفجريث الأمل وعلل النفس بالأمل أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. سيدنا نوح 950 سنة ورسالة مازال سقر يتفضي ربي يصوض الرسالة بأمانة يحرز الأمانة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ولكن هم بعد الآية النظام سورة الشعراء الآية 105-106 أشو سينا إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. قل كان الله ذو القرآن أخوهم ذي مسنا وسيدارك ماشي ذي مثوان كنوا خاطئ مزاسي ذي مسنا. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون أقول ربي إني لكم رسول أمين إيش قال هذا ربي ذي الأمين يبيد الأمانة يحرز الأمانة. أنا غير ذي سورة الشعراء ذي الآية 125-126 هود إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. أتصل آية ذكرون ذي سورة الشعراء وحدث على ألسنة النبيين نوح صالح هود وغيرهم من الأنبياء باش نحفظ. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى ناس قبل ذي غلد النبي الصادق الأمين فيت يسعد يسعى الأمانة. أسمي السقسان ناس متى الساعة يا رسول الله ملمي هناس إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة صافي الدعوة قريح مليح. ولكن ماشي ذيني وعرا ذيني سهلا المهم الخذمة. أنا مينصحي وذمة ربي
ونكر غير الخدمة أنزيز دي أولاون نغ وأنزيز دي ثم نظينا دان سيدير خطر قريحة أمليح أتستحيل أنستحيل لقد خدمك لاني مكاني لقد خدم ذاك زمان توالي أي أي بزاف بزاف وده دراك في مناطقنا هذا درس 58 ولاية هذا درس 58 ولاية ما تبغى من سبعة هذا درس الأمة كأمة خاطر ميم الأمة حواج ربي شرفيت ويكلفيت الدليل سورة البقرة الآية 143 وكذلك جعلناكم أمة وسطا الله يا ربي الله أي غر لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ربي يشرف الأمة ولكن دغي كلفيت حمال الأمة ثغاف ثغاف ديال التكنولوجي ثغاف ديال الاسترونومي ثغاف ديال الجيولوجي ثغاف ديال الثموسني ثغاف ديال الحداقة أنعاميه أنت زخرة كنس الأمور ديال المادية لا الحضارة جسد وروح أم بنادم بنادم يسعى الصورة جينس يسعى مزاغة قرو يفاسني ضرا مثل الروح إما تروح الروح هاش نخدم يس ذا شو نخدم سلعب ذا ما تروح الروح يس أثنى نطل أثنى ويسكل ديريكت أي غير خطر ذايا الروح تروح ولا شين يروح أكنا ماشي هكا ولا ذا الحضارة كيف كيف سعى الجسد يتمثل في هذه المنجزات المادية اللوزينات الحصول الشركات لافيوات تكنولوجي ايه يوين نظن الروح ننده إلا يوني الصح لذلك عقلاء الحضارات الكبرى اليوم أشقار الحضارة اليوم زرع الشقاء زرع الفتن في بني البشر غاز تكنولوجيا تنفع عطاس ولكن أوقي الرسالة باش أدنين يكوني هي مسؤولية الجميع أكن من لنسى المسؤولية الخاتمة ربينا تفغى ما تفضل حياة نون سهلة خذ مثكان وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله المؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون تفغى ما تفضل سهلة ربي ناد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم والزمير مرا خذ مثكان تزمير ثنون ربي بعد كل شيء نس الآية 82 من سورة ياسين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أتفدر تذرت النغ سيني قلهان جاون ثلويث أرثي من الليث سلام ربي فلاهم